عليكم ورحمة الله جميعا. السلام ورحمة الله. حياكم الله أيها المهندسون البارزون في هذا المشروع الحيري. نقول بارك الله فيكم وفي جهدكم المتواصل لإنجاح هذا المشروع وخاصة مكان الجسر. ما عندك الأخ الكريم؟ بس أنا أمس سمعت بعض المحادثة اللي كانت بين عمي علي وبعض الأشخاص الغالين علينا. وهم يتكلموا على أنه الطريق اللي يعني الجسر يحتاج إلى جرانسان. هو فعلا كان مقترح البشمهندس جميل الحماطي هناك صح ايوه على اساس انه يعني التراب المنطقه مرتفعه فكان يحتاج ان الخط ياتي اسفل فكان المقترح انه ياتي تحت البيوت هذه تحت هذا البيت واضح بدل شوف احنا صلحنا تحويله يا عم محمد معلوم باين التحويله نعم على اساس انه يمكن التحويله حتى يوصل لمكان الجسر وبالتالي انت مع ان السائله هنا مش هنا السائله بعيده مزبوط وادي زبيب لكن يعني عملا بالاحوط انك ايش لا تاثر على ما على الغياب انك تصلح الجدار الساند هنا طبعا المخططات حق الدوله حق وزاره الاشغال ما فيهاش المكان هذا الكلام يعني كان تعديل من عنده واقتراح من عنده المخطط لا المخطط كان ورا البيت يعني قريب من المكان اللي احنا ايش شقينه تماما فعلا في المنطقه اللهم يمكن في ازاحوها المهندسين يعني امتار